السلام عليكم. ان شاء الله راح نحل اسئله العملي اللي هو في شباتر، بيحكي عن مواضيع ذا كلاينت ويز ماسكو سكيتال هيلث بروبلم اللي هو الجهاز العضلي الهيكلي. السؤال الاول بيحكي، طبعا بيحكي عن روماتويد ارثرايتس. روماتويد ارثرايتس عباره عن ايش؟ عن مرض مناعي بهاجم الجسم، اللي هو بهاجم بعض اعضاء الجسم اكثر من المفاصل، وبين فيهم التهاب. السؤال الاول on a visit to the clinic، يعني زياره للعياده. client report، بيحكي المريض الريبورت تبعه. the onset of early symptoms of rheumatoid arthritis، بدايه اعراض انه ظهور عليه rheumatoid arthritis. مريض اجى على المستشفى بيحكي لي انه بدايه اعراض لما ظهرت عليه هي الاعراض، بيقول لي ايش عندك. the nurse should conduct a focus assessment of. انا كنيس اجاني واحد على المستشفى بيحكي لي عن بدايه اعراضه عن rheumatoid arthritis، ايش انا بدي اركز في التقييم؟ فورا على الايرلي مورنينج ستيفنس، بتلاقي لما بصحى الصبح من النوم بيصير معه ايش؟ ستيف في المفاصل وفي ايديه وفي رجليه، خاصه في المفاصل. هذا قبل ما لما بده مثلا يروح يصلي الفجر لازم يصحى قبل بنص ساعه، عشان ايش؟ يصحى من النوم يكون عنده ستيف في الصباح، فلازم بده نص ساعه مع شويه ميه دافيه شيء لما تخف، فبده نص ساعه لما يخف هذا ايش؟ هذا الستيف. فالدكتور حكاها انه الصبح بيبدا معاه ايرلي مورنينج ستيفنس، هذه مميزة في روماتويد أرثرايتس، early morning stiffness. 2. client with rheumatoid arthritis states، بقول إنه I cannot do my household، أنا مش قادر أعمل أعمال المنزلية تبعتي without becoming tired، بدون ما أتعب، يعني مجرد ما إني أنقل كراسي في البيت، أكنس البيت، أعمل حاجة بتعب أنا. my knee، ركبي، hard توجعني، whenever I walk، لما بمشي أنا ركبي بتوجعني. Which nursing diagnosis would be most appropriate؟ واحد بقول لك انه انا لما بتحرك لما بمشي بتعب، يعني حركه، يعني activity intolerance related to fatigue and pain، بتعب لما بتحرك وبمشي. السؤال الثالث، the nurse teach a client about heat and cold treatment. طب تعرفوا انه الناس بتعالجوا بالميه البارده والسخنه والحراره والبرد، لانه السخونه تعمل مصر ريلاكس، ممكن كمان احيانا البروده تعمل اللي هو كونستريكشن لبعض الاوعيه، كل واحد له علاج خاص فيه، فانا بعلم مريض عن استخدام الحراره والبروده في العلاج. heat and cold treatment to manage arthritis pain، لعلاج مين؟ لعلاج الم التهاب المفاصل. which of the following client statement indicate that the client still has knowledge deficit؟ اي من هذه الجمل، انا قاعد بعلم مريض عن العلاج بالحراره وبالبروده، اي من هذه الجمل البيشنت حكاها بين لي ان هو ايش؟ عنده knowledge deficit، مش فاهم. الاولى قال لي I can use heat and cold as often as want، صح، متى ما بدك تستخدم الحراره او البروده في العلاج هذا لك الحريه، فصح. اثنين، with heat في الحرارة لأنك تستخدم مثلا القربة مية سخنة إشي ساخن عليك، I should apply it for no longer than 20 دقيقة at time، 100%، ممنوع تحط قربة المية السخنة على ظهرك على رجلك على المكان بدك إياه أنت أكثر من 20 دقيقة، كحد أقصى ماكسيمم 20 دقيقة. طيب ثلاثة، نحكي إحنا أول إشي صح. ثلاثة، 10 to 15 minute beer application is maximum time for cold application، لأنك تحط إشي بارد مية باردة أو قدرة مية باردة أو إشي بارد على المكان فقط يعني maximum 15 دقيقة، فيعني في السخونة 20 دقيقة، في البرودة 15، ووقت ما بدك استخدم البرودة والسخونة في العلاج. أما الإشي الغلط إنه heat producing alignment can be used with other heat device، يعني مثلا استخدم أداتين سخونة، مثلا قربة مية سخنة مع بشكير مية سخنة، فبنفعش. هذا انه heat producing يعني أداة لتعزيز الحرارة مع with other heat device مع أداة للسخونة أخرى، يعني منفع أنا استخدم شغلتين بزودوا الحرارة للجسم أو two device أداتين أو شغلتين أو طريقتين بالحرارة لتخفيف الألم، لا، طريقة واحدة أوني، لأنه واحدة من واحدة بيصير إشي صعب، فهذه غلط. إنه heat producing alignment ممكن أستخدمها مع other heat device، لا، أو ممكن قصدي مثلا حبوب علاج إشي بزود الحرارة مع الحرارة بنفعش. المهم هذه إحنا اللي بدنا نستفيد منها. 4. teaching plan for a client، أنا بعمل خطة رعاية لمريض معاه rheumatoid arthritis.
انكلود ريست بروموشن. من ضمن هاي خطه العلاج تبعتي انها بدي اعزز مين؟ الراحه. ريست بروموشن. Which of the following would the nurse accept? Expect. مش ركزوا بين accept و expect. Expect بدي اتوقع، اما accept بدي يستثني. فقال لي ايش من هاي الشغلات انه الممرض expect. Expect بدي يتوقع. To instruct the client to avoid. اتوقع انه انا انصح المريض انه يتجنبها during rest period. انا بعمل خطة على المريض مع روماتويد ارثرايتس، ومن ضمن الخطة انا بدي اعزز الراحة عنده. اي من هاي الشغلات هتوقع انه الممرض ينصح المريض انه يتجنبها وهو مرتاح. ايش هي؟ نام على التخت. ايش اتجنب وانا مع التخت؟ position of flexion. ممنوع يعمل فليكشن. الفليكشن بيزيد الالم ومشكله. اما البروبر بادي الاينمنت انه يستخدم وضعيه الجسم الصحيحه، هي صح انه يقعد صحيح ينام صح، هذا شيء منيح. يرفع الجزء المصاب 100%. البراون لاين، البراون بوزيشن منيحه جدا هي الشغلات. اما انه يعمل فليكشن فممنوع، لا يفضل انه يعمل فليكشن وهو مرتاح، لان يعني الفليكشن بتتعب مش بتريح اصلا. خمسة، client with rheumatoid arthritis till the nurse. مريض مع rheumatoid arthritis بخبر الممرض، بقول له I know، أنا بعرف it is important to exercise، إنه مهم إن نعمل exercise للmy joint، لما مهم إن نعمل exercise للمفصل تبعتي. So لذلك that I will not lose mobility، عشان ما يصيرش معي تيبس وما أفقد الحركة. ولكن but للأسف my joint are so stiff، بصير فيها stiff شد عضل، and painful، عندي ألم، that exercising is difficult. يعني لما أنا بعمل exercise بس عندي stiff بالمفاصل وألم، لذلك الاكسرسايز صعب علي. فهو بقول لي المريض، بقول لي يا عمي أنا بعرف إنه التمارين مهمة جدا عشان أنا ما افقدش مفاصلي، ما يصيرش فيها تيبس، ولكن لما انا بعمل رياضه بصير معي ستيف وانا الم، فصعب علي اعمل اكسرسايز. ايش انا بدي انصح؟ انا كنيرس وعندي خبره ما شاء الله، بدي احكي له which of the following، اي من هي الاستجابات باي ذا نيرس انه انا بدي احكيها للمريض عشان اخف الالم والستيف اثناء الرياضه. الاجابه الصحيحه تيك ا وورم تيوب باث، انه ياخذ حمام ميه دافيه شاور، ولا الميه الدافيه بتعمل ماسل ريلاكس. فقبل التمارين خذ ايش؟ خذ شاور ميه دافيه. هذا بيعمل لك ذيس اللي هو الشاور ميه الدافيه، بيساعدك للديسكمفورت، يعني بخفف الديسكمفورت عليك. اما الباقي مش كتير، يعني هذول يعني قراتهم مش صح، مش كتير يعني صح، فيهم كان غلط. The client with osteoarthritis، نعدي على مريض مع osteoarthritis. Osteoarthritis. Which of the following should the nurse assist when completing history? أي من هاي الشغلات لازم النيرس completing the history and physical examination of the client diagnosed with osteoarthritis. Osteoarthritis يعني تقريبا هي osteo عظام، وarthritis هي بتشبه يعني هشاشة العظام أو التهاب العظام من جوا. osteo عظام وarthritis التهاب المفاصل. فايش انا كنيرس بدي اعمل؟ كومبليتنج، اكمل هيستوري تاريخ المريض، وفيزيكال اكزامينيشن لمريض مع اوستيو ارثرايتس لوكال جوينت بين. لا انيميا ولا اوستيوبوروسيس، اوستيوبوروسيس شاشة العظام. فهذه اوستيو ارثرايتس التهاب العظام تقريبا. ويت لوس ما لهاش علاقه، فهي الصح لوكال جوينت بين، واحد معاه التهاب في العظام وفي المفاصل، فاكيد معاه لوكال جوينت بين. اوستيو ارثرايتس التهاب المفاصل غالبا، فهي local joint pain. A client with osteoporosis اللي هو مو هشاشة عظام المريض، واحد مع هشاشة عظام يعني عظمه فشفش، تمام. need بيحتاج education about diet، بدي انا اعطيه تعليم 100% على الاكل اللي بياكله، ياكل اكل ايش عشان يحسن هشاشة العظام ويعالجها. and way والطرق to increase bone density. ايش يعني هشاشة عظام؟ يعني كشفت الكثافة العظم قليلة جدا، فأنا بدي أعلم المريض يعدل أكله وبعض الأشياء الطرق عشان أنا أزود الدنسيتي اللي هي كثافة العظام وأعالج هشاشة العظام. Which of the following should include in the teaching plan؟ إيش خطة العلاج تبعتك لما يذ مع osteoporosis هشاشة العظام؟ أول شيء الأكل يكون فيه فيتامين دي، مينتين دايت يكون فيه كمية كافية من فيتامين دي، موجود وين؟ في إيش؟ في الحليب وفي السيريلاك وفي الاشياء زي هيك. اثنين، choose good calcium source،
الكالسيوم مهم جدا للعظم، وفيتامين دي اصلا هو اللي بيعزز امتصاص الكالسيوم، فلازم كالسيوم موجود في الفيجز، في البيض، وفي البروكلي، وفي الالومنت. طيب يوز هذه الجمله، انا يعني صح ومش صح، هذول عشان هذه اسئله يعني امريكيه واجنبيه، فبقول لك يوز الكحول ان مودريشن بيكوز، قصده انه الكحول كميه بسيطه ما لهاش علاقه، ما بتعمل هشاشه عظام، اما الكحول بنسبه عاليه تعمل هشاشة عظام، فيعني وجدوا أن النسبة البسيطة من الكحول ليس لها علاقة بهشاشة العظام، فيعني عادي لو بدك لو أنت مدمن كحول خفف، اشرب شوية بسيطة، أما ما تكثرش في الكحول. لكن هم بيقول لك السويمنج جود اكسرسايز عشان تحافظ على العظام، غلط. السويمنج والرياضة والجري هذه كلها عبارة عن رياضة هوائية، اللي بحس كثافة العظام هي الحمل الأثقال، الويت بيرنينج اكسرسايز اللي هو حمل على رجليك، حمل على العظم، تمام. أما الجري على الفاضي هذا، افويد يوز اوف هاي فات، ابعد عن الفات ما لهاش علاقة، يعني أشياء مش كثير. أما هنا السويمنج منيحة لكن ما لهاش علاقة في كثافة العظام، التمارين اللي لها علاقة في كثافة العظام هم الويت بيرنينج اكسرسايز، يعني حمل، يعني احمل وزنك كله على رجلك، يعني احمل أوزان، هذه اللي منيحة فيه، بتقوي كثافة العظام. 8 at which of the following time، اي من هذه الاوقات، should the nurse instruct، لازم الممرض instruct، ينصح المريض to take ibuprofen، ياخذ تروفين، يعني المريض له تروفين، وقت ايش ياخذه؟ بيسكرايب فور ليفت هيب، اللي هو وصف الدكتور معطيه تروفين عشان مع الم من الاوستيوارثرايتس يقلل الالم، تمام. التروفين معروف بدنا ناخذه بعد الاكل، بعد الاكل على معده مليانه. After 9 after teaching group of client with osteoarthritis، انا بعلم مجموعه من المرضى معهم osteoarthritis about using regular exercise، انهم كيف يستعملوا regular exercise، which of the following client statement indicate effective teaching، اي من هاي الجمل حكوها المرضى بينت انه انا تعليمي وتعبي لم يذهب هباء منثورا، effective teaching. واحد من المرضى قال لي ايش؟ انه exercise help to drive synovial fluid through the cartilage، الاكسرسايز التمارين بتساعد خاصه الغضاريف اللي مش واصل لها بلاد فيزل، فمع الاكسرسايز ومع خاصه الويت بيرنج اكسرسايز بتلاقي بيطلع السينوفيال فلويد، بيطلع من الكات اللي فيها فلو بلاد فيزل للكات اللي فيش فيها بلاد فيزل، وبتساعد في كثافه العظام وبتساعد 100%. فالاكسرسايز بتساعد انه ايش؟ انه ينتقل السينوفيال فلويد ل عبر الكارتليج، تروح على الكارتليج الفاضية وبتساعدها في النمو، أما الباقي مش كتير يعني. client with hip fracture، كسر في الحوض. client has an، عنده كسر في الانترا كابسولر، في الانترا كابسولر هيب اوف فراكشر، كسر في الانترا في الكبسولة من جوه، الكبسولة تاعت اللي هو المفصل تاع الحوض انكسرت. the nurse should conduct a focus assessment to detect ايش؟ واحد عنده كسر انت كبسه للحوض، اكيد اكيد رجله اللي فيها كسر هتقصر، shortening of the affected leg، هتلاقيه فيها ايش؟ فيها كسر، اما الباقي ما لهمش لزوم. when teaching client with an extra، انا بعلم مريض عنده extra capsular hip fracture، كسر في الاكسترا كابسولا، في عندنا انترا كابسولا، في عندنا اكسترا كابسولا، تمام. واحد عنده كسر في الاكسترا كابسولا، schedule فورس له عمليه، بدنا نعمل له fixation، تمام، بلاتين انسيرشن الى البين اللي هو مش بين، بين اللي هي زي مش بسموه زي دبوس او شيء زي هيك. The nurse based on the teaching understanding that the surgical repair is the treatment of the choice which of the following سبلان، يعني ايش ليش احنا عملنا لك بلاتين يا حاج؟ ليش انت عندك كسر في الحوض وركبنا لك بلاتين فيكسيشن؟ سهله عشان الكلاينت ايبل تو مينيمايز سونر، عشان نمنع الحركة ونقلل الكسر ونثبت المفصل، فمنيح جدا. client able to mobilize، انه يتحرك بشكل منيح ويتحرك، ولكن ايش؟ المفصل ثابت. اما الهيموديج والنيوروفاسكولار والديسك انفكشن كله ما لهش علاقة بالتثبيت، تثبيت عشان يتحرك لكن العظم يظل ايش؟ ثابت. client with extra capsular، مريض مع نفس الشيء extra capsular hip fracture، return to the nursing، رجع على محطة التمريض، احنا التمريض قاعدين، رجع لنا بعد ما عمل بلاتين internal fixation and pain insertion، البين insertion اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، البين
ايش اسمه بالعربي البين حديده هيك نسيتها. المهم البين انسيشن وذ ذا درينج، دخلنا هذه الفيكسيشن على زي برج البين، زي برج تقريبا، دخلنا وعملنا درينج في المكان. بعد العمليه طبعا في بصير بيطلع دم وفضلات ووسخ، فلازم نركب درينج تيوب. دخلنا في المكان هير هاوس باند اللي هي زوجته، زوجة المريض، تسأل why does she have this tube incision in her hip؟ ليش انت حطيت له تيوب في الحوض تبعه؟ ايش انا كنيس وشاطر بدي احكي لها هذا التيوب لانه في فلويد بعد العمليه، مش لازم تضيف المكان فلويد will not allowed will not be، مش لازم allowed to accumulate at the site، مش لازم الفلويد تتجمع في المكان في هذا التيوب عشان يسرع خروج السوائل ويشفى الجرح بسرعه. كلاينت هاد بوستيرو لاترال توتال هيب ريبليسمنت، مريض عملنا له توتال هيب ريبليسمنت استبدال للهيب الحوض عنده المفصل، لكن العمليه كانت عن طريق البوستيرو. في عندنا انتيرو العمليه بيعملها من قدام، في بيعملها من ورا، انتيرو بوستيرو هي صارت ورا بعض، فانتبهوا لان هي فهمت انا اليوم بوستيرو لاترال توتال هيب ريبليسمنت، هي احفظها العنوان. Two days ago بعد يومين what should the nurse include in the client blanket؟ انا مريض بعد يومين من عمليه عملوا له posterior lateral total hip replacement، ايش انا بدي اعمل له في النيرسنج كير؟ طلع لي واحد position a bolo between the leg to maintain abduction، هذا اهم شيء للمريض انه الليج الرجل الهيب الحوض الفخده اللي عمل فيها يعني الفيمورال اللي عمل فيه عملية بوستيرو لاترال توتال هيب ريبليسمنت لازم تضل ابدكشن. ايش يعني ابدكشن؟ يعني بعيد عن الجسم، يعني فاتح حوضه. في فرق بين ابدكشن وابدكشن، ابدكشن يعني اد اضافه، يعني رجلين ملزقين ببعض، اما ابدكشن بعيدين عن بعض، فلازم انا احط مخده بين رجليه عشان اخلي رجلتينه بعاد عن بعض. اثنين allow client to be in supine position، يظل المريض in supine position or in lateral position on unoperated، يعني اما المريض بنام على الصوبين بوزيشن او لاترال على الجنب اللي فيش فيه عمليه، هذا منيح جدا بخلي العمليه تنجح وبصيرش اي مشاكل. ثلاثه اربعه don't allow the client to bend down to tie or slip on shoes، ممنوع المريض يطمن على الارض عشان يضبط حذائه، ممنوع لما يصلي يسجد، تمام؟ فهذا كله بيعمل dislocation بتخلي المفصل يطلع من مكانه بعد العمليه. خمسة بليس ايس، حط مية باردة ثلج شيء كمان مية باردة على المكان العملية، هذا بتقلل مين؟ بتقلل الألم بتقلل الإديمة، تمام؟ إذا يعمل كله أبدكشن وأي شيء له في الأبدكشن يبعد عنه، هذا المريض اللي عمل بوستيرو لاترال توتال هيب بليسمنت. أما المريض اللي عمل أنتيرو لاترال توتال هيب بليسمنت هيكون عكس هذا كله، هنشوفه كمان شوية. which on هي بقول لها السؤال اللي بعده which information اي هي معلومات should the nurse include when performing هي discharge طلع من المستشفى بدي انا اعلمه discharge teaching with the client ايش عمل المريض anterior lateral abortion يعني عمل العمليه تاعت total hip replacement من الامام ايش انا بدي اقول له بدنا عكس الخلف بدنا يتجنب انه المريض يعمل توز اور ني اوت وورد فوق هنا اعتقد انا نسيت احكيها او مش موجوده لازم اصابع رجليه يكون اوت وورد للخارج ولما بده يمشي المريض لما بده يمشي يخلي اصابع رجليه للخارج رجله كلها تكون ايش؟ اوت وورد للخارج، اما هنا في الانتيرور بده يتجنب انه يخلي رجليه من تحت للخارج، لما بده يمشي يخلي اصابع رجليه والني والتوز اصابع رجليه اوت وورد، يتجنب يكون اوت وورد، يكونوا ان وورد، يكونوا ان وورد. ثلاثة use elevated toilet seat and shower chair لما بده يقعد في الحمام كرسي الحمام هذا يكون عالي يكون عالي عشان الحوض يكون يعني ما يصيرش dislocation للمفصل تاع الحوض. أربعة don't extend the operative leg backward ممنوع extend يمدد رجله في عملية للخلف تمام. اما يوز ابدكشن بيلو هذه ممنوع، هي وين قلنا نستخدمها الابدكشن بيلو في البوستولاترال والستيكتد موشن فور تو ويك هذه ما لهاش علاقه. فانا عشان ما تنسوش البوستيريور من الخلف بده يجي معاها كله ابدكشن واوت وورد، اما الانتيريور للامام بده يجي معها ادكشن وان وورد، هذول يعني بما فيه الكفايه. 15 the nurse is assessing client for neurologic بقيم مريض
نيورولوجيك امبيرمنت، عنده مشكله في الاعصاب افتر تو. انا دانيس بده يقيم مريض ايش انا بدي اقيم بعد العمليه؟ نيورولوجيكال امبير، هل عنده مشكله في الاعصاب بعد ما عملنا له توتال هيب ريبليسمنت؟ عملنا له توتال هيب ريبليسمنت، بدي اقيم هل عنده مشكله في الاعصاب ولا لا او شيء. Which of the following would indicate impairment in the affected extremity؟ اي من هالشغلات بتبين لك انه انت عندك impairment، تعطل او اعاقه في الافكتد اكستريمتي، في الاطراف. انابيلتي، اذا المريض مش قادر يحرك رجله، هذه مشكله في الاعصاب. تمام، نيورولوجيكال. اما البلس مالوش في الاعصاب، والكابيلا مالوش في الاعصاب، والكولنس البروده مالوش في الاعصاب. الاعصاب هي ايش؟ لها في الحركه. فاذا مش قادر يحرك رجله، اذا عنده ايش؟ عنده impairment في الافكتد ليج. كلاينت وذ هيب فراكشر، عنده كسر في الحوض، هاز اندر، بده له عمليه اندر جوينج سيرجري فور انسيرشن افيمورال هيد بروسي، بده يركب له في موضوع الهيد، راس للحوض صناعي يعني نبدله اياه. Which of the following activity should the nurse instruct the client to avoid؟ مريض بعد عمليه ما عملنا له في موضوع الهيد بروثيسز، ايش بده يتجنب؟ بده يتجنب الكروسنج ذا ليج وايل سيتنج داون. لما تبرد يا عمي تحطش رجل على رجل، هذه مهمة جدا جدا جدا، ممنوع يحط رجل على رجل، لأنه لو حط رجل على رجل راح يصير ديسلوكيشن للمفصل، يطلع من مكانه. فأي واحد مركب مفصل صناعي ممنوع هو قاعد يحط رجل على رجل، ممنوع يحط كروسنج للليج وهو قاعد. The nurse advised the client who has had femoral head bruise، أنا بس بنصح مريض عنده femoral head bruise، عنده ركبنا له مفصل للحوض للفيمورال صناعي ريبليسمنت. On the type of chair، نوع الكرسي set during the first 6 ل 8 week، ايش نوع الكرسي اللي بيقعد عليه المريض من اول 6 ل 8 اسابيع بعد العمليه؟ قلنا السبب شويه فوق، يكون كرسي عالي، هاي تشير، كرسي عالي له باك وكمان له ارم ريست، يعني يريح ايديه وهو قاعد عليه كمان. فهذا مهم الكرسي، هاي تشير، كرسي عالي، وحتى كرسي الحمام يحاول يقعدها كرسي عالي عشان ما يصيرش ديسلوكيشن للمفصل. نعد على المريض معاه جوينت ريبليسمنت سيرجري. Prior to surgery، أولوية العملية، the nurse instruct in instructing a client، بنصح مريض who will have total hip replacement tomorrow، بكرة عنده عملية total hip replacement، بده استبدال لمفصل الحوض بالكامل. Which of the following information is the most important to include in teaching plan at this time؟ يعني اليوم قبل العملية، pre-op، بكرة عنده عملية للحوض، استبدال مفصل في الحوض، ايش انا كنيس اهم شيء الي في التيتشنج بلان؟ اهم شيء نقيم الخوف، لانه بكون مية خوف المريض، assessing client fear، الخوف about procedure، انه يعني تخاف اشوف شيء، اما الباقيين بنعلمه، لكن اهم شيء انا الي اولوية في البلان قبل العملية انه اطمن ما يكونش خايف. 19 the client has just had total knee، مريض عنده total knee replacement، الركبة بدنا نمدله اياها كلها. For severe osteoarthritis، لأنه معه severe osteoarthritis، التهاب شديد. Which of the following assessment finding should lead، رح تخلي الناس to suspect possible nerve damage؟ يعني مريض عملنا له عملية للركبة، شلناها وركبة جديدة، ايش من هي التقييم؟ انا بقيم المريض ووجدت شغلة، هذا اكدت لي انه المريض عنده nerve damage، هي numbness، nerve يعني عصب، damage في العصب يعني العصب خرب، ايش باكد له انه عنده damage في الاعصاب؟ numbness، نمنمة في الاطراف عنده. اما bleeding هذه اوعية، يعني مش اعصاب، والديسلوكيشن مالهاش بالشيء، والبنك واللون كمان مالوش شيء بالاعصاب، الاعصاب الا في النمنس، نمنمه في الاطراف. After surgery and insertion total joint prosthesis، بعد عملية وركبنا المفصل صناعي، client develop severe solid، ركبنا 100% مفصل صناعي 100%، فجأة بعد العملية فجأة اتطور عنده severe sudden pain، ألم شديد ومش قادر يحرك مين؟ الأطراف. The nurse correctly interpret these findings، بدي انا افسر هاي يعني ايش السبب انه صار عندك فجأة ألم شديد وغير قادر على الحركة. Indicate ايش بيصير بعد العملية، هذا على طول joint dislocation، انه المفصل طلع من مكانه. Joint، اما developing infection، الانفكشن له علامات hotness and swelling، لا. Bleeding بتبين البليدنج على المكان. اما الجلو سبيج انتو ذا سوفت تيشو، الجلو هي المادة اللاصقة، المادة الغراء، تمام؟ انه تسرب الغراء الى الانسجه الضخوه، لا، هو الالم بعد عمليه المفصل الصناعي الم شديد ومفيش حركه، هذا بدليل انه المفصل طلع من مكانه. Joint dislocation.
following a total hip replacement. طلعوا hip replacement. The nurse should position the client in which of the following ايش الوضعية المنيحة للي عنده hip replacement هي keep the extreme الأطراف in slight abduction. وقلنا قبل شوي خلي الأطراف عندك abduction بعيد عن الجسم، حط مخدة بدج ليك using abduction splint اللي هو أوبلو، استخدم مخدة بدجك عشان ايش تعمل؟ تعمل abduction ابعاد للقدمين عن بعض عشان تحافظ وتمنع يصير عندك ايش dislocation. فهي البوزيشن انه يكون يخلي الاطراف سلايتلي ابدكشن اهم شيء، اما الباقي مش ابدكشن هذه غلط، والليفيت للبوث غلط، وخلي المريض يحمل اوزان مش عارف شو هذا كله غلط. هي الصح انه يخليها نعمل له ابدكشن فولوينج توتال هيب ريبليسمنت. ذا نيس شود دو ويتش اوف ذا فولوينج. واحد عنده توتال هيب ريبليسمنت ايش انا بدي اعمل كنيس؟ بدي انا انكرج اعزز الكلاينت يوز تو اوفر هيد ترابيز اسيست بوزيشن تشينج. في هاي الفابيز اللي هي زي الحلقه فوق التخت تاع المريض، يستخدمها عشان يغير التشينج بوزيشن. طيب ويوز فراكشر بالبان، بالبان هاي المبول لما بده يبول المريض صار على الحمام فيحطها جنبه ويستخدمها في البول. وين ذا كلاينت ان بيد هو على السرير يمنع الثومبوسيس لانه هو بيد ريدن مقعد عشان العمليه، فنمنع الثومبوسيس. كيف بدنا نمنع الثومبوسيس؟ في شيء اسمه توتو يعني اصابع القدم، بونينج اكسرسايز تمارين اصابع القدم. ممكن نقعده على التخت ونجيب له بشكير ويضلوا ايش يسحب بالبشكير باصابع رجليه كانه ايش بيمشي باصابع رجليه، ايش يسحب شيء هم يحرك اصابع رجليه، تمارين لاصابع القدم هذول منيحه. اما انه هذه الثالثه ليش غلط؟ انه فور ميل الاكل الليفيت ذا هيد اوف ذا، ترفع راس التخت 90 درجه، لا ممنوع نرفع راس التخت اكثر من 45 درجه. اما هنا ود ايد المساعد تبعه تيرن كلاينت فروم سوباين لبرام بوزيشن، في البداية ممنوع يستخدم البراون بوزيشن، ممنوع في البداية البراون بوزيشن. 23 client is to have total hip replacement. تمام. The pre-operative plan should include which of the following. قبل العملية واحد عنده pre-operative عنده قبل العملية بده يعمل total hip replacement، ايش بدي اعمل؟ بدي اعطيه انتيبيوتيك، هذا عظم وقلنا اصعب التهاب في الدنيا التهاب العظم، فيش بلس سبلاي كافي، فلازم تعطيه IV انتيبيوتيك قبل وبعد عشان تمنع اللي هو اوسيو ارثرايتس اللي هو تمنع اللي هو التهاب العظام من جوا. تمام. هي هذا النقطيه. طيب ابلاي لك كومبريسما، ليش ركبت ميه بارده بدناش اياها. ثلاثه ريكويست ترابيز، لازم نطلب انه التخت اللي بيضع عليه بعد العمليه يكون في له ترابيز حلقه سلسله فوق التخت عشان ايش يعمل تمرين. اربعه تيتش ايزومتريك اكسرسايز، تمارين هو نايم على التخت عشان نمنع اللي هو الجلطات ويحرك عضلات رجليه ويعمل اللي هو انقباض واسترخاء العضلات، هذول مهمين اللي هم واحد وثلاثه او اربعه. اما اللي هو كراتش ووكينج يمشي مش في البدايه لا، وبليس باكينج تراكشن ما لهاش لزوم فبدناش. 24 كلاينت هو هاد توتال هيب ريبليسمنت نفس الشيء. اربع ايام او بعد اربع ايام هو خايف اباوت خايف يصير معاه انفصال، لا يعني انه المفصل ذكه وصناعي انه يصير فولو ديسلوكيشن يطلع من مكانه. تمام. ذا نيس شود ريسبون، ايش انا بدي اقول له يعني ايش اجاوبه؟ انه خايف يطلع المفصل من مكانه. قلنا انه قبل شويه يتجنب كل شيء في ابدكشن، هي الثالثه هذه activities that tend to cause، اي نشاط بخليك تعمل abduction للقدم او للظهر للقدم بشكل عام او للهب للحوض tend to cause هو اللي بيعمل لك dislocation. So لذلك try to avoid them، اتجنب اي تمارين او اي حركه تعمل لك abduction للحوض. تمام. الباقي مالوش علاقه. 25 the nurse is assessing a client who had left hip replacement، عنده بدنا وين للليفت وين الهيب ريبليسمنت في الليفت في القدم اليسرى الحوض الايسر. بعد 36 ساعة which of the following indicate that process is يعني ايش بعد 36 ساعة ايش من هي الشغلات بتدل انه صار عند المريض dislocated طلع المفصل من مكانه. الاولى the client reported bobbing صوت فرقع، هو لما بحرك رجله صوت فرقع، هي واحد. اثنين الليفت ليج صارت اقصر من الرايت ليج لانه الليفت ليج هي فيها عمل هي فيها مفصل صناعي، لما صارت اقصر قصيره من اقصر من الثاني قصيره اذا طلع المفصل من مكانه. ثلاثه كلاينت هاز شارب بين، قلنا عمل الم شديد جدا، ليش؟ مفصل من مكانه. اما كانت موف رايت ليج، ايش دخلنا في الرايت ليج؟ لانه هي العمليه في الليفت ليج، الرايت ليج اصلا سريع 100% ما لهاش علاقه. خمسه كلاينت كانت ويجل ذا توز، مش قد حرك اصابع رجليه، ليش؟ ايش دخل الاصابع؟
لا هي ما لهاش علاقه، فهم اول ثلاثه هم الصح، هم اللي بيدلوا انه البوبينج والالم والشورت للليج، هذول بيدلوا انه صار ديس لوكيشن. 26 كلاينت هو هاز هاد توتال هيب ريبليسمنت هاز ديس لوكيتد هيب بروسيس. ذا نيرس شود فيرست، مريض عندي في المستشفى عمل صار عنده ديس لوكيشن للهيب او للمفصل اللي ركبنا له اياه، ايش انا اولويه كنس بدي اعمل؟ اول شيء بدي اخبر الطبيب، اول شيء انا لازم اخبر الطبيب فورا عشان انا هعمل فصل بينهم. 27 ذا نيرس is assessing client left leg، بقيم مريض معاه left leg neurovascular change، يعني عنده تغير في الاعصاب في left leg. following a total بعد ما عملنا له total left knee، عملنا له يعني ركبنا له ركبه صناعيه. وين؟ في left، الركبه الشمال شلنا له اياها. وصار عنده change للاعصاب بعد ما عملنا هاي العمليه. which of the following are expected بتوقعها normal finding؟ نيرس بقيم انا مريض له ليفت ليج نيورو فاسكولار تشينج، يعني بقيم هل صار عنده بعد العمليه تشينج ولا لا؟ هل صار عنده بعد العمليه تشينج في الليفت ليج، يعني بعد ما الركبه الصناعيه هل صار عنده تغيير، يعني هل صار عنده مشكله في الاعصاب ولا لا؟ ايش اللي انا بدي اشوفه؟ ممكن يكون اتوقع انه يكون نوم، ما فيش عنده اي شيء. ريديوس ايديما اوف ذا ليفت ني 100%، اذا فيش اذا الايديما قلت اذا الاعصاب فيش مشكله في الاعصاب، مش هيصير مشكله. كمان السكين وورم تو تاتش، السكين افحص السكين. طبعا هنا صحيح انا بقيم مش اعصاب، عفوا انا بقيم نيورو فاسكولار اوعيه دمويه، هل صارت تشينج في ولا لا؟ الاوعيه لها في اللون وكذا، اذا الايديما قلت اذا فيش، اذا الاوعيه فيش فيها اي مشكله، اذا السكين دافي و100% الاوعيه طبيعيه، الكابيلاري فيل 100% انت ممتاز، الموف تو بحرك اصابعه تمام، اذا النيورو فاسكولار، النيورو اعصاب وفاسكولار هم بقيم الاعصاب والاوعيه، فاذا 100%. اما البين ابسنت فيش بين، ملهاش علاقه البين، قلنا البين ابسنت، لا في بين، اذا البين ابسنت هي مشكله في بين. وبلس اون ليفت ليج ويك ذان رايت ليج، البلس لا، لانه قلنا طبيعي، فالطبيعي انه تقل الإديمة والسكن وورم والكابيلاري في 100% ويحرك اصابعه، هذا كله طبيعي. 28 فولوينج توتال جوينت ريبليسمنت، نبدل جوينت ريبليسمنت، ويتش اوف ذا فولوينج كومبليكيشن، اي من هاي الكومبليكيشن هاز جريتر لايك هولد اوف اكر، واحد معناه جوينت ريبليسمنت، اكيد اول يوم اكون مقعد على التخت فممكن يصير معي دي بي تي، اما الثلاث هذول الثلاثه غلط اصلا، مالهمش علاقه. 29 ويتش اوف ذا فولوينج Which of the following activities should the nurse instruct the client with low back pain to avoid? ايش انا بدي انصح مثلا يتجنب اللو باك بين؟ Which of the following activities، اهم انشطه بدي انا النيرس ينصح المريض اللي معاه لو باك بين انه يتجنبها؟ عملنا له عمليه للمفصل، ركبنا له ركبه، عملنا ايش مهم؟ طيب قال له اعمل تمارين اكسرسايز، راح هو فكر انه مثلا زي يعني انه ضعف الاشي مثلا، كيف مثلا حبة دواء في اليوم قال بتطيب في اسبوع، خذ حبتين باليوم بتطيب ثلاث ايام، هيك فكر هو، فراح عمل ايش؟ اكسيدنج ذا بريسكرايب اكسرسايز بروجرام، قال له الدكتور العب في اليوم ساعه تمارين، راح لعب ساعتين عشان بدل ما يطيب في اسبوع يطيب في اسبوع، هذا هو الغرض، فممنوع يزود تمارين زياده عن اللزوم. اما كيبنج لايت اوبجكت بيلو، يحمل ادوات ثقيله يخليها اسفل الالبو ويحملها بوضع صحيح. اعلمه الفورورد وايل بيندنج، لما بده يحمل شيء ما يحملش وهو واقف، ينزل على الارض ويحمل للحناء للامام لما بده يثني ركبتيه. وسليبنج لما بده ينام، ينام على ايش؟ ينام على السايد وذ ليج فليكس، لما يكون ينام على جنبه والليج فليكس بكون هذا منيح كمان، ويحط مخده بين الركبتين 100%. فاما انه يزود التمارين زياده عن اللزوم هذا غلط، فبيعمل له باك بين. عشان دينا الباك بين قلنا امشي صح ونام صح وقعد صح، تحمل اوزان احملهم صح، اللي هم البادي ميكانيزم استخدمه صح. نعد على الامبيوتيشن ديو تو بريفرال فاسكولار ديزيز. Which of the following should the nurse identify، بدي احددها انا as، طلع انا شو بقول، least likely، اقل احتمال، اقل فاكتور انها تساهم في الكلاينت بريفرال فاسكولار ديزيز، كله بيعمل لك كارديوفاسكولار ديزيز ما عدا الكيورنت ايج اوف 39 سنه. الان كنترول سكر بيعمل لك، 20 سنه مدخن بيعمل لك مشكله في الاوعيه، الكوليسترول في بخرب الاوعيه، فانه اقل شيء ممكن يعمل لك مشكله في الاوعيه هو انه العمر 39 سنه، اما البقيات السكر والتدخين والكوليسترول بخربوا الاوعيه وممكن يعمل لك مشكله في الاوعيه من تحت وبتر وكلام ثاني. كلاينت سي بيقول لك المريض I had the idea of being
ان انفيل، انا بكره اي هيت، انا بكره انه فكر انفيل انه هي فكره غير صالحه. افتر افتر ذي كات ذا ليج، يعني انا فكره انه بعد ما اقطع رجلي ايش انا بكرهه. Which of the following would the nurse most repeated this one؟ هذا قلنا لما يخبط عن شعوره تقدر تقول له tell me، ظلك tell me tell me tell me more about ايش how you feel، خبرنا عن شعورك، ظلك احكي لي عن شعورك وعبر عن مشاعرك واحاسيسك وانا بسمع وبفهم. 32 client who has had an above، عملنا له above knee amputation، بتر من فوق الركبه، وتطور معاه دايم سايز. ايش يعني دايم سايز؟ دايم هذه عباره عن قطعه معدنيه زي النص شيكل. دايم سايز يعني تطور معاك ديفلوب دايم سايز برايت ريد سبوت، بقع الدم بحجم النص شيكل على مين؟ على الغيار تبعه، على الدريسنج او مكان الجرح. تمام، بعد ما عملنا له الامبيوتيشن لقينا على الغيار عنده بحجم النص شيكل في عندنا بقع الدم. تمام، سبوت اون على الدريسنج بعد 75 دقيقه من العمليه. ريكفر يونت، ذا نيرس شود ايش بدها تعمل؟ ايام الدكتور سجي قلنا اياه، اول ما تلاقي بقع الدم على الجرح دراو مارك اراوند ذا سايت، حط قلم حبر دائره حوالين مين؟ البقعة الدم، وبعد ساعه ارجع، اذا لقيتها زادت اعمل ذا انفورسمنت، اضغط على الجرح وحط ديسنج بزياده. فاول شيء ايش بدك تعمل انت؟ حط دراو حلقه مارك علم علامه حوالين بقعة الدم، هل بتشوف تكبر ولا بتكبرش؟ تكبر ولا ما بتكبر؟ client in the post anesthesia بعد التخدير كير، بعد التخدير lift below the knee amputation تحت الركبه amputation عملنا بتر للركبه تحت الركبه بتر وطلع بعد التخدير has been عنده الم in lift big tooth. طب احنا عملنا بتر للليفت بلو الليفت الرجل الليفت قصيناها من تحت الركبه، كيف عنده الم بعد العمليه من الليفت بيج تو الاصبع الكبير؟ في شيء اسمه فانتوم بين، فانتوم بين هو رجله مقصوصه لكن هو بحس انه اصبع رجله نفسه يحك فيه، عنده الم في اصبع، طب اصبع مش موجود، هذا الم موجود طبعا فعلا هذا بيصير، يعني انه الاعصاب مش متعوده انه صابت للقدم فبحس بالالم. فانا بدي اعطيه بايش؟ اوبويد اناليسيز مسكنات، مش اقول له انه هذا امبوسيبل مستحيل، لا هو الم موجود، او اظهر له انه هو التوز ار نوت ذير، انه اقول له اصبعك انت مقصوص، لا الم موجود فعلا، اشرح له انه الكلاينت ذات هير بين از ريال حقيقي الم واقعي، لا انت اعطيه المسكن ممكن يخفف الالم تبع الفانتوم بين اللي هو الم بعد البتر، بحس بالجزء المقطوع موجود. كلاينت وذ فراكشر كسور، كلاينت هاز ليج امبولايز، امبولايز تمام تتحركش interaction على تراكشن، تراكشن هو هذا الشد which of the كسر رجله انكسرت وانا مو على التخت حطوا له تراكشن هو بيعمل شد للقدم. which of the following اي من هالانشطه activity demonstrated by the client indicate يعني حكاها المريض indicate client client indicate to sheet that client understand بيفهم الاكشن to take to prevent muscle atrophy. اي من هاي الجمل حكاها المريض بيانت انه هو فاهم اللي هو بيعمله صح وليش، اللي هي client perform isometric exercise to affected extremity their time be day، انه يعمل كل يوم تمارين لا هو ايه هو نايم على التخشه نمنع اللي هو الجلطات لو انه هو مقعد مريض ونايم. اما الضغط هذه غلط كنت سوا بدناش اياها. client affected away from body كلام عام. client ask nurse to add 5 شويه وزن يزيدها على هذا بدناش اياه. صح انه قال ان انا بدي اعمل ايزومتريك تمارين هوائيه عشان امنع كل يوم مش يوم بعد يوم تايم بيردي كل يوم عشان تمنع الجلطات والثرومبوسس. When admitting a client with fracture دخلنا مع كسور في الاطراف the nurse should first focus ايش انا بدي اركز focus assessment on which of the following واحد معاه كسر في الاطراف من تحت ايش انا بدي كنيس بدي اقيم واركز في التقييم على الاريا ديستال تو فراكشر بدي انا اقيم الاريا المنطقه اللي تحت الكسر اللي بعيد عن الكسر ليش بدي اقيم هل في عنده اعصاب تحت احساس اديمه بعد الكسر اما البروكسيمال لا فانا بدي اقيم الديستال تو المنطقه الابعد عن الكسر اللي بعيده مثلا عنده كسر في الفخذ في الركبه في الفيمورال بدي انا اقيم مثلا اللي هو مين الساق من الم من احساس هل صار عنده قطع لاعصاب لاوتار لشيء بدي اقيم المنطقه البعيده عن الكسر. Which of the following client statement identify knowledge deficit about cast care اي من هي الجمل بيانت انه المريض عنده knowledge deficit مش فاهم حوالين اللي هو الجبس ركبنا له اياه. قال للمريض I can pull out cast ممكن انا اسحب اللي هو الكريب باندج اللي تحت الكاست to
سكراتش انسايد ذا كاست، ودخل واعمل حك في الكاست ودخل ايش تحت الكاست كله غلط. ممنوع يشد الكاست باندنج تبع الكاست عشان يعمل سكرات، عشان يحك داخل الكاست بده يحك، عشان يحك لازم يشيل الكليب باندج اللي تحت السوفت باندج هذا، فصعب ممنوع يشيله، ممنوع يشده ويشيله. اما الباقيين هذول كويسين. كلاينت هاز تيبيال فراكشر، عنده كسر في الصاع في التيبيا، ذات ريكواير كاست، بده ركب له ايش؟ بده كاست جبس، تمام. بعد 5 ساعات تمام ركب له جبس وشي، بعد 5 ساعات من تركيب الجبس ذا كلاينت هاز انكريز الالم، زاد في الديستال تو ليفت، المنطقه اللي بعيده عن التب يعني مثلا في صابع رجله زاد الالم، تمام. دي بيست ذا حتى دي بيست، بالرغم من انه طلع مورفين انجكشن، مورفين في شيء مورفين تبع الام هاي مش مجاوب فيه، بعد 30 دقيقه ما جاوبش المورفين، تمام. which of the following should the next assessment، اذا بدي انا اقيم الديستال بلس، presence of distal بلس. ليش؟ لما انت تدي تركب كاست من الكوميونيكيشن للكاست بصير شيء اسمه ايش؟ شيء اسمه كومبارتمنت سندروم، انه الكاست الجبس ضغط على الانسجه وعلى العضلات وضغط على الاعصاب والاوتار وكذا، فعمل لك الم. انت اعطيه مورفين اصلا، لما انت هذا الكومبارتمنت سندروم مش وصل دم للمكان، فكيف المورفين بده يوصل للمكان يقلل الالم؟ فعلى فرض المورفين، فاهمين كيف؟ الكومبارتمنت سندروم الجبس ضغط على العضلات وعلى المكان ضغط كامل، بطل يوصل دم ولا احساس ولا كذا. بعد شوي الالم زاد، لانه بعد ما تكب الجبس بشوي يصير عندك ايدين في الجرح، فاليدين مع الجبس بيضغطوا على بعض بسكر المكان، لا دم ولا عصب ولا حاجه، فبتصير خلايا بدها تموت، تمام. اعطيه مورفين اصلا مورفين ما بيوصلش للمكان، هذا لما انت تعطيه مورفين والالم ما يقل ما يخفش الالم، دليل انه صار معه كومبارتمنت سندروم، بدك تفك الجبس تركب جبس جديد الجفصي. طيب فانت بدك هاي الحاله تقيم البلس، الديستال بلس، البلس هل في بلس في رجلك من تحت ولا لا، عشان تتاكد هل هو وصل دم ولا لا، وبس الباقي من نفسه. كلاينت وذ فراكشر، عنده كسر، ديفلوب كومبارتمنت سندروم، صار معاه كومبارتمنت سندروم اللي هو الضغط هذا على المكان. which of the following signs should alert the nurse to impending organ failure، اي من which of the following، اي من الاتي هي علامه لازم الممرض ينتبه لها عشان impending يعطل يمنع الاورجان فيلر يصير فشل، لان العضو لو صار كومبارتمنت سندروم بشكل مستمر بتموت الخلايا كلها ويصير امبيوتيشن للمكان، فممنوع، لازم فورا احنا نفك الجبس. قال لك كراكل، ايش دخل كراكل؟ صوت هاي في الرئه، هي مشاكل في الرئه. طب الجونك صفار، مشكله في الكبد. طب جنرايز ايديما، القلب خربان. هي المهمه هي الدارك سكان تيورين، لانه في الكومبارتمنت سندروم بتموت خلايا، لما تموت الخلايا بيطلع اسمه مايوجلوبين، المايوجلوبين هذا ايش؟ بيطلع لما الخلايا تموت، المايوجلوبين بده يروح على الكلى، تمام؟ والكلى بتسكر قنوات الكلى، فبصير دارك لليورين، اليورين بصير ايش؟ بصير دارك يورين، فهذه مهمه. تشينشين كلاينت وذ فيمورال، بعلمه انا مريض معاه فيمورال فراكتشر، كسر في الفيمورال، حول الهدف من ال تريتمنت بالسكيلتال تراكشن، ايش الهدف من العلاج بالتراكشن بالشد، تمام. لو اي من هاي الجوانب زي ما قلنا اف ستي ثقيله بوسط المريض وود انديكيت بتشير ذا نيد فور اديشنال تيتشنج، بتطلب تعليم اضافي للمريض اللي هو تو بول ويت وذ بوت، انه يشد الوزن بول ويت وهو نايم على التخت يرفع الوزن بوته، لا ممنوع، لازم تضل الوزن هو شد. ايش الشد هذا التراكشن؟ بشد رجله من تحت وبسحبها انه يرجع الكسر لمكانه الاصلي وما يتحركش. اما تو ابلاي 25 باوند للتراكشن تو بروفايد لونج تيرم بول، يكون مطول اللاين بدنا شيء، وهذا اصلا مش معنا وش كثير عليه، بس هو يعني ممنوع يعمل هالشغل، ممنوع نعمل بول ويت وذ ابوت في قدمه، ما يحملش وزنه الوزن اللي هو تاع التراكشن بقدمه. هذا بين which of the following should lead the nurse to suspect، which اي من هذه which of the following should lead، لازم تخلي الناس الممرض to suspect انه يتوقع that a client with a fracture، اي من هذه الجمل تخلي المريض يتوقع، الممرض يتوقع ان الكلاينت اللي معاه فراكشر اوف رايت فيمورال مي ديفلوب فات امبوليزم، واحد معاه رايت رايت فيمورال فراكشر، وايش صار شغله انا توقعت انه انت صار عندك فات امبوليزم، هي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، فات امبوليزم دخلت وين عم تروح؟ على الرئه،
بيعمل لك مشكله في التنفس وديسنيا وقصص كل. اما الالم الهيديك ما لناش فيه والنمنس والمسلس، بس هذا كله كلام اهبل. فالفات امبوليزم دلتا لها علاقه بالمين؟ بالتنفس. اكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم. طيب 41 كلاينت، اذا كلاينت اسك دانيس، مريض بيسال ممرض وات هيز اكتيفيتي، ايش الانشطه الليميتيشن الممنوعه ار ويل هي از ان بوكنز البوكس الباكس الباكس تراكشن. باكس تراكشن نوع من انواع التراكشن، نوع من انواع الشد، نوع من انواع التراكشن. ذا نيرس شود تيل ذا كلاينت انه يو كان سيت اب whenever you want. ممكن انت تجلس تقعد هنا، حقيقه التراكشن هنا مع التخت ممكن يقعد 90 درجه والتراكشن شغال 100% عادي. اذا ممكن تقعد يو كان سيت اب، انك تقعد سيتنج اب whenever you want وين ما بدك، وافضل شيء على السرير. اما انه lie lift على الباك ممنوع lie lift، و you can turn your body تحرك جسمك ممنوع، you must lie on your stomach تنام على بطنك ممنوع، لازم يضلك لازم يضل مير في supine position، لكن ممكن انه يقعد sit up. هذا وين؟ في البوكس اتراكشن. 42 the client who had an open femoral fracture، مريض معاه open femoral fracture was discharged. من هذا discharge بده يطلع، ايش عنده open في كسر مفتوح في الفيمورال. was discharged to her home، بده يروح على بيته. where she developed fever، طور عنده fever، night sweating chills restless، هذا كله مثل infection restrictive femoral. اصلا اول ما شفت open femoral على طول عرفت اسمه infection osteomyelitis، وبعد يومين ثلاث سموه chills علامات اللي هو infection وفيفر كل. اذا osteomyelitis صار مع المريض osteomyelitis. نعد على البروبلم مود integumentary system جهاز المناعة automatoid integumentary system ده عملنا لما نعمل بالبيشن للسكين بإيدك تحس عليه بالبيشن للسكين ايش بيعطيك؟ provide the nurse useful info. ليش انا بعمل بالبيشن للسكين؟ عشان افحص التيرجر اوف سكين. بالبيشن بتشد اصابع ايده وتشوف ليش التيرجر اوف سكين، لكن بالبيشن بلزمش للون للكلر ولا للهير شكل الشكل ولا للبروزنج للكدمات. البالبيشن فقط عشان اعرف التيرجر للسكين. An older adult client in stage مع باركسون ديزيز، مرض الرعاش، عنده رعشة يعني، is being discharged، نطلع من المستشفى لكن مع cellulitis. ايش يعني cellulitis؟ التهاب الانسجة، inflammation of the cell of the right lower، في ال right في القدم اليمنى من تحت، تمام. Which of the following nursing diagnosis will، واحد مع cellulitis ايش ده كمان nursing diagnosis؟ التهاب الجلد ملتهب، اذا مشكلة في الجلد اللي هو embedded skin integrity related to barrier change of the skin، هي الأولى. والثانية select apply risk for injury related to environmental hazard، لأنه مريض معه رعاش ممكن هو برجف ومن الرعاش يوقع ويصير معه مشكلة. فهو مشكلة في الجلد في السكين وفي الانجري إصابة لأنه مع مرض الرعاش. An alert، واحد منتبه، and oriented مدرك، الدادلي مرض كبير مدرك ومنتبه وكل حاجة، دخل على المستشفى لعلاج السيليولايتس of the left shoulder، في الكتف الشمال، بعد ما كان عنده arthroscopy، عملوا له منظار للكتف، بعد المنظار صار معه ايش؟ سيليولايتس من الكومبليكيشن للمنظار. which fail prevention، يعني مريض كبير في السن، which fall prevention يعني prevention استراتيجي، استراتيجيات الوقاية من الفول من السقوط، is most appropriate for this client، يعني ايش افضل اشي ان انا احكي للمريض انه يمنع انه يوقع المريض. use night light in a bathroom، انه يستخدم ضوء في الحمام لما يدخل الحمام الباثروم، وفي الليل يضوا الضوء عشان ما يوقعش في الحمام. اما السايد البقيت كلهم ما لهمش علاقه في الموضوع اصلا، كله صار ما لهمش علاقه يعني تقريبا. بس انه مريض معاه كسر سيليوس، التهاب في الايد وكبير في السن، ممكن يوقع في الحمام يوقع، فبدناش يوقع فيضوا الضوء في الحمام في الليل وشي زي هيك. which of the following factor place a client at great risk for skin cancer، ايش اكثر ريسك فاكتور للسكن كانسر؟ قلنا اللي هم الشقوط، الفير سكين، اند هيستوري للكرونيك سان، وبيشغل في الشمس عامل طوبة مثلا، هذول اكثر ريسك للسكن كانسر. نيرس از بروفايد تيتشنج تو كلاينت، انا بعلم الناس اباوت عن السكن كانسر.
اي which of the following should the NIS انه انا كنيس اوضحها ان هم يعني بشكل ثاني ايش هم ديسك فاكتور للسكن كانسر. مع العمر الزياده بزود الفرصه للسكن كانسر، والاكسبوشر للكيميكال مواد كيماويه على الجلد تعمل كانسر في السكين، اللونج تيرم الشمس كل يوم في الشمس بعضك للسكن كانسر، جينيتك وراثيه، ام اميون سبريشن مش في المناعه تعمل لك سكن كانسر. اما انكريز بيجمنتيشن اصلا الصبغه الزياده هي بتمنع السكن كانسر. الميلانين ليش قلنا الناس الشقر بسموها سكن كانسر؟ لانه البشره البيضاء والشقراء ما فيش عنده ميلانين، والميلانين هي منيحه بتحمي الجلد من الكانسر. The NIS Developing Program بعمل أنا برنامج عن السكن كانسر كيف الوقاية منه للمجتمع للناس. Which of the following should be included in program؟ إيش هاي لازم أنا أضمنها في ضمن البرنامج تبعي في تعليم الوقاية من الكانسر. واحد بيوتشز sun screen، يعني إيش تري واقي من sun screen واقي شمس برهم أو شيء واقي شمس. كونتين بيحتوي على البنزو فينوز بنزو فينو فينوز بنزو فينوز تو بلوك. هذا البنزو فينوز بيحمي من الالترا فايولت الاشعه الفوق البنفسجيه والالترا فايولت من الاشعه، يعني بيحمي من الاشعه تعمل سكن كانسر. فوق الشمس بيحميك من الاشعه الفوق البنفسجيه تحت الشمس. اثنين يوز سان سكرين، استخدم السان سكرين وذ مينيمم على الاقل 15 سان بروتكشن فاكتور. انا بحثت عنها على النت، السن بروتكشن فاكتور على اعتقد هي يعني الماده الموجوده في تحمي من الشمس، تحمي من الاشعه. ففي سن سكرين 15 وفي 20 وفي 30 في 50. فبحثت لقيت انه ال 15 سن بروتكشن فاكتور بيحميك من الكانسر او من الحروق، بيحميك من حرق الشمس من السن بيرن بنسبه 93%. اما ال 30 اللي 15 ال 30 SPF بيحميك بنسبة 97%. هيك أنا فهمت يعني منه، فيعني منيح. فأقل شيء إنه يكون الصن سكرين في يعني هو 15 SPF. Obtain genetic screening to identify risk factor، صعب نعمل لكل الناس جينيتك وإشي ونفحص الريسك فاكتور إلا إذا كان له أسبقيات، إخوته حدا من الأقارب عنده سكن كانسر، هو كان له هيستوري من سكن كانسر ممكن. Apply sunscreen only on Sunday، بس فقط في الأيام المشمسة وخاصة من الساعة 10 إلى 12 للتنتين، هو أسوأ شمس من الساعة 10 الصبح للتنتين الظهر. لكن إنك تحط sunscreen فوق الشمس فقط في الأيام المشمسة لا، حطه حتى في الأوقات اللي يعني يكون فيها الجو يعني مش كتير وإشي، يعني بحميك من الشمس. هذه يعني جملة مش كتير، بس هو أهم شيء يكون، ومش بس من 10 للتنتين. Have pigmented lesion biopsied by shaving if it block suspicion. إنه الليجن ممكن تكون هي يعني تاخذ منها، كل واحد معاه ليجن تقضحت ناخذ منه عينة في حصلة الكانسر، هذا شيء صعب. Rub baby oil، تاخذ تحط زيت على الجلد تبعك، الزيت بحفز كمان المواد، ممكن يكون زيت كيماوي مواد كيماوية إشي ويزود التهيج الجلد. هو صار كله أنا يعني مش كتير لكن منيح، بيجي اصلا الاتول. لكن هي اكثر شيء انه اشتري واقي شمس واستخدم واقي شمس على الاقل يكون 15. اسوأ شمس هي من الساعه 10 للساعه 2 الظهر، بيكون فيها مليانه اشياء فوق النفسجيه واشياء اضرار. كلاينت وذ مالجنانت ميلانوما، مو كانسر، مالجنانت ميلانوما بالميلانين في الجلد كانسر. بيسال الناس اباوت ذا بروجنوسز، عن التطور تبعه، ايش هل اسوأ هل كويس اشي. ذا نيس شود بيس ريسبون، ايش انا بدي اجاوب المريض. That inform تخبر that the client that prognosis depend on، يعني التطور تبع السكن كانسر ايش بيعتمد على thickness of the lesion. thickness of the تنتين هما التيومر والthickness للليجن التقضحات سمكه، هذا اللي هو له البروجنوس. اما كميه الالسر والعمر والموقع ما لهاش اي علاقه في البروجنوسس، اللي له علاقه هو thickness of legion، هو التيومر والثيكنس للليجن. نعد على اخر مواضيع question على الاميميون سيستم ديس اوردر. مستر ابصر ايش اسمه هذا؟ هو دايجنوز شخصناه مع روماتويد ارثرايتس. روماتويد هو قلنا مرض مناعي.
بهاجم القلب والجسم كله، لكن اكثر شيء المفاصل. كنت بعاني من جوينت ذات اولويز هات، انه توجع مفاصله بتوجع. ايش بيحكي؟ سينج اي جاست فيل لايك ستينج، حاسس حياتي طول اليوم انا قاعد لاني مش قادر اتحرك، مفاصلي بيوجعوني انا لازم اضل قاعد ولا ايش؟ which discharge instruction would be aimed، اي يعني من نصائح الخروج من المستشفى تنصحه at maintaining as such function as possible، يعني تحسن وظيفة العضو ونقلل الريسك، انه انت عشان ما يصيرش عندك الم وتخفف زي ما قلنا روماتويد ارثرايتس، بصحى الصبح مع ايش؟ ستيف، فقول له خذ تيك وورم شاور، ميه دافيه، حمام ميه دافيه in the morning في الصباح to enhance joint mobility، عشان تعزز حركة مين؟ المفاصل، عشان تعزز حركة المفاصل. هذا تعمل روماتويد arthritis. Which clinical manifestation would cause the nurse to suspect that the client is diagnosed with systemic lupus erythematosus اللي هو الذئبة الحمراء؟ أي من هاي الأعراض، أي من هاي الشغلات من الأعراض would cause، هي سبب the nurse to suspect، هي سبب خلت المرض انه يتوقع انه المريض معاه systemic lupus erythematosus اللي هو الذئبة الحمراء، اللي هو joint edema and tenderness. من الذئبة الحمراء بتعمل لك joint edema و tenderness، ألم عند اللمس. أبرايل، واحد اسمه أبرايل is diagnosed، شخصناه with systemic lupus، شخصوه مع ذئبة حمراء. which instruction، أي من هاي النصائح would be included، تتضم أنا بدي أحكيها للمريض in teaching plan for the client، بدي أعلمه أنه wear large pyramid hat when exposed to the sun، لأنه الذئبة الحمراء مع الشمس بيزيد وجعها، وهي اصلا بتتحفز مع الشمس، يعني ممكن تزيد سوءها مع الشمس. فانا لما قصده هنا وير يلبس، حكى الدكتور لارج برايمد هات، طاقيه مش طاقيه اللي هي قدام هاي، تعرف طواقي اللي هو الصيادين زيها، بتكون هي زي دويره على الراس بتحمي كل الراس، فيلبسها لما يتعرض للشمس، يلبس زي اللي هو لارج برايمد هات، طاقيه كبيره دائريه زي تاعت الصيادين لما يتعرض للشمس. which discharge instruction، نصائح خروج من المستشفى would include، تتضمنها في رعاية المريض اللي شخصناه with atopic dermatitis، عنده التهاب بالايش؟ بالجلد، dermatitis atopic dermatitis. بدي اقول له انه قاعد انه الالتهاب بيخلي الاشي دراي، ويعني لازم قلنا عشان انت يطيب الالتهاب يكون المكان رطب ويعني منيح كويس والجو مناسب لشفاء الجرح، فلازم يحط اد يضيف humidity to، رطوبة to the dry air، لما يكون الجو dry جاف يخلي الرطوبة إشي رطب. caused by dry heat، حرارة جافة during the winter، during the إيش؟ the winter. يعني إنه يحط add humidity، رطوبة، يضيف رطوبة to the dry air، للهواء الجاف المسبب بواسطة مين؟ الدراي هيت، الحرارة الجافة أثناء الوينتر، أثناء مين؟ أثناء شهر الوينتر. A client is diagnosed with oral candy. candy هي يعني زي حبوب على، بتكون هي في الشفة، اللي هي زي براقيق هيك بتكون على الشفة. نيس تي، اللي هي زي التينيا، هي التينيا نوع من أنواع التينيا. that this condition is AIDS، هي يعني جاي أو لها علاقة بالإيدز. is treated with ايش بعد جوا هذه؟ فلوكونازول، فلوكونازول هذا اعتقد زي انتي فايرال خاص بالايدز والتينيا، فلوكونازول. female client، امراه with severe staphylococcal infection، معها staphylococcal infection، is receiving، اخذت امين جلايكوسايد اللي هو جنتامايسين. من السايد افكت للجنتامايسين، الجرامايسين، هو اوتو توكسيستي، هذا زقناه في الادويه، اوتو توكسيستي هي اكثر سايد افكت للجنتامايسين، هو الامين جلايكوسايد، هو الجرامايين، اوتو توكسيستي مهمه جدا. وين كيرنج، لما نعمل دعايه لمريض لميل كلاينت وذ سيفير امبيتيجو، امبيتيجو هي بتكون برضك زي حبه على الشفه لونها بسموها زي العسلي، ايش بسموها نسيت، هم حبه هيك بتكون لونها زي العسل هيك امبيتيجو. the nurse should include which intervention in plan care، ايش إلها؟ تعطيها antibiotic، administrating systemic antibiotic as prescribed، لانه الامبيتيجو هذا اعتقد البكتيريا اللي فيها راح تروح على الكلى وتعمل مشكله في الكلى. فبتذكر كان فينا مرض في الاطفال من الهيستو تبعته تلاقي كان مع امبيتيجو،
فلازم نعطي انتيبيوتيك للامبيتوجو هذا، انتيبيوتيك از بريسكرايب سيستميك كمان يكون. The nurse is assigned to care. له رعاية في ميل كلاينت with herpes. إلى herpes zoster. herpes فيروس من أنواع الأمراض الجلدية. herpes zoster is اللي هو shingles. Which of the following characteristic would the nurse expect to note إنه يلاحظها when assessing lesion of this infection؟ اللي هو يعني كيف شكل infection تبع الherpes zoster؟ هي كلاستر سكين فيزل، بتلاقيها عليه زي الكلاستر فيزل، الفقاعات زي تاعت الحرق هذه بتكون مع الهيربس زويتر. كلاستر سكين فيزيكال، فقاعات زي تبعت الحروق. كلاينت فيميل كلاينت اكسبت، توقعنا انه معها بيور بلش بروز زي حرق هيك، والسكين افتر فول، مش بروز هيك، كدمة بعد ما وقعت، after fall بعد السقوط، صار معها ايش؟ لون بينك بني هيك او احمر على بني، كدمة. The nurse would document this finding most accurately. The nurse ممرض would document، بدي وثق this finding اللي شافوا عليه، يعني واحد وقع انا بدي اوثق الكدمه اللي لقيتها عليه. most accurately بشكل دقيق. nursing which of the following tear، يعني انا ايش بدي اكتب مصطلح واحد يدل انه هو معه كدمه وإشي زي هيك، هو الايكيموسيس. في عندنا اربع مصطلحات، البيربرا والبيتيكيا والايكيموسيس والارثيميا. الارثيميا هذه احمرار بشكل عام في كل الجسم. البيتكيا بقع حمراء بتكون في الجسم في المكان. البيربرا هي اعتقد بقع حمراء مع حكه. اما الايكيموسيس هي الكدمه، الليكوموسيز هي الكدمه اللي بتكون يعني بعد السقوط، اسمها المصطلح تبعها اسمه ايكيموسيز. هيك بكون الاسئله خلصت، ويعطيكم الف الف عافيه، والفصل كله خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش من دعواتكم.